السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده احنا فيديو جديد مع بعض، وفيديو النهارده ممتع جدا. فيديو النهارده لشركات تنظيف ومنازل جديدة هندخلها مع بعض، ونعرف كمان كل الأسباب اللي أدت إن معظم المنازل دي يوصل فيها الحال بالشكل السيء اللي احنا شايفينه. المنزل بتاع السيدة بتاعت النهارده، أو المنزل الأول احنا دخلناه دلوقتي مع بعض، صاحبته بتقول إن هي عندها ظروف متعبة شوية، يعني إن هي حامل، وفي نفس الوقت طبعا مش هتقدر تعمل مجهود كبير زي ما احنا عارفين. فبقالها شهور طويلة يعني البيت كان في فوضى ومحتاج يتنظف ويتنظم بشكل يليق بيه. فعشان كده زوجها قرر ان هو يتصل بشركات التنظيف تيجي، وفي نفس الوقت تبدأ ان هي تساعد الزوجة وتنظف البيت بالشكل اللي احنا شايفينه، لان طبعا يعني في مجهود كبير زي ما احنا شايفين هي مش هتقدر ان هي تعمله بنفسها. طبعا دلوقتي كده بدأوا ينظفوا كل حاجة ويظبطوا كل حاجة في البيت، وكمان المخدات والمراتب والحاجات دي كلها اتحطت في الشمس وتحكمت شوية، ويبدأوا كمان ينظفوا كل حاجة حتى الستاير اللي موجودة في البيت. هنا كمان برضو كده المطبخ، تنظيم سريع للمطبخ وكل الحاجات اللي موجودة، وأي حاجة منتهيات الصلاحية بيتخلصوا منها زي ما احنا شايفين. هنا كمان النجفة من فوق وكل التفاصيل البسيطة والدقيقة جدا بيهتموا بيها. بس حابة اقول لكم قبل ما نكمل فيديو النهارده، ما تنسوش طبعا دعمكم ليا وللقناه باحلى لايك والاشتراك فيها عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اليوميه اللي انا بنزلها معاكم. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده الجزء الخاص بالصاله او بالليفنج عندهم، وطبعا كان فيه كراتين كتيره جدا وخزين للبيت وتفاصيل كتيره جدا. بداوا كمان يشيلوا كل الحاجات اللي مش مهمه ولا ضروريه ابدا ويتخلصوا منها، وكمان الحاجات الأساسية دخلوها في مكانها الطبيعي زي ما احنا شايفين. وبدأ هنا كمان كده ينظموا كل الأماكن، حتى الساعة اللي متعلقة أو البرواز بيهتموا بكل التفاصيل الدقيقة جدا، وبدأوا كمان يظبطوا كل حاجة. طبعا دلوقتي كمان برضو كده زي ما احنا شايفين مع بعض مقسمين نفسهم في اجزاء، موجودين منهم في حجرة النوم، في ناس برضو في المطبخ، وكمان في بقية الشقة كلها، عشان نيجي نبص الشقة كلها تنضف في نفس الوقت، وكمان ما تاخدش وقت كبير ابدا. وزي ما قلت لكم معظم المنازل البسيطة ممكن تاخد منهم كم ساعة بس، مش اكتر من كده. وفي منازل فيها تفاصيل كتير وحجرات كبيرة وواسعة، فيها كمان خزين وحاجات كتيرة جدا. شايفين طبعا كمية الشنط المحتاجة ان هي تترمي في الباسكت العمومي طبعا اللي موجود تحت في الشارع عندهم، لان هما كمان بيحاولوا يتخلصوا من كل الكراكيب اول باول، ولازم يسلموا البيت نظيف جدا قدام المدخل بتاع البيت، البيت من جوه، وفي الاخر عملية التعقيم بتتم كده على اكمل وجه. في كمان دلوقتي كده واحنا بنكمل المقطع هنشوف كارثة هتحصل معانا دلوقتي في احد المنازل اللي احنا ندخلها مع بعض. بس دي طبعا كمان كده كانت مجموعة من الصور اللي بتلخص الأحداث اللي حصلت في المنزل ده النهاردة بين قبل وبعد التنظيفات اللي تمت فيه، وطبعا فرق شاسع جدا بين قبل وبعد التنظيف. تعالوا هنا كمان دلوقتي كده ندخل على منزل جديد، والفوضى اللي فيه فظيعة جدا، لدرجة ان احد السيدات من الجيران هم اللي اشتكوا السيدة دي، وقالوا ان هي عملت سمعة للبيت مش حلوة ابدا من الريحة البشعة جدا اللي بتخرج من المنزل ده. وزي ما قلت لكم كمان مجرب ما احد العمال في شركة التنظيف دخل المنزل ما كانش قادر يكمل من معظم الروائح الصعبة جدا اللي كانت موجودة. طبعا معظم الطعام الفاسد واللي خلص، وكمان بواقي الاكل اللي موجودة في الاطباق بيعدى عليها فترة، بتعمل روائح بشعة جدا زي ما قلت لكم، لدرجة ان الجيران اتأذوا جدا من السيدة دي، وقرروا ان هم يتبرعوا وينتصروا بشركات التنظيف تيجي تنقذهم من المكان البشع اللي هي عايشة فيه. شايفين طبعا كده بلمسة سحرية من المكونات اللي بيحطوها في التنظيف. وطبعا كتير منكم جدا كان بيسألني على المنتجات دي، على الرغم ان انا يمكن رديت في اكتر من يمكن من 20 او 30 فيديو على النقطة دي، وبرضو ما زالت الاسئلة بتجيلي. معظم المواد اللي بيستخدموها طبعا في تنظيف الدهون بمجرد مسحة كده سحرية بنشوف ان هي بتنضف معانا بسرعة، معظم الحاجات دي بتكون طبعا خلطات قوية جدا،
داخل فيها مواد كيماويه صعبه جدا، لدرجه كمان لو احنا لاحظنا ان معظم اللي بينضفوا البوتاجازات والشفاطات لازم يلبسوا في ايديهم زي القفازات او الكوانتي، عشان طبعا بتبقى قاسيه جدا على ايديهم، وكمان خطوره جدا ان هي تلامس الجلد مباشره. عشان كده بيبقى فيه حذر شديد جدا وهما بيستخدموا معظم مواد التنظيف. طبعا شايفين لو اي حاجه بسيطه او مهمه او دقيقه كمان بيحافظوا عليها، يعني بيقولوا الميداليه دي ذهب، فعشان كده يعني لازم يكون في امانه عند شركات التنظيف دي في كل حاجه، كل التفاصيل الدقيقه جدا والصغيره قبل الكبيره لازم يكون في امانه في الشغل وهم بيعملوا في المنازل دي او بيشتغلوا فيها. هنا كمان برضو كده طبعا تنظيف الازاز بتاع جميع اجزاء المنزل، سواء طبعا في المطبخ، في حجر النوم، في الليفنج، في اي مكان. وكمان حجرة الاطفال دي اهتموا بيها، وكمان اهتموا بالعجل بتاع البيبي اللي احنا شفناه غسلوها وعقموها كويس جدا، لان طبعا كل التفاصيل اللي بيهتموا بيها لان لو في غلطات بسيطة بيتحاسبوا عليها. وزي ما قلت لكم دي كمان بتكون حسب سمعة الشركة، يمكن انا كل يوم هجيب لكم شركة مختلفة عن التانية عشان نشوف يا ترى كمان ايه الفروق اللي بتكون موجودة بينهم. ولو لاحظنا ان كلهم عامل الأمانة والدقة في الشغل مشترك بينهم، كل التفاصيل الدقيقة قبل التفاصيل المهمة بيهتموا بيها، حتى لعب الأطفال بيهتموا إن هم يغسلوها كويس ويعقموها. شايفين كمان برضو كده الحوض والحنفيات اللي موجودة قدام عينينا كلها طبعا متعقمة ومتنظفة كويس جدا. وكمان هنا برضو كده الحمام متطهر، لازم يتطهر ويتعقم وكل حاجة ترجع في مكانها الطبيعي. التفاصيل البسيطة جدا لازم يهتموا بيها، لأن زي ما قلت لكم قبل كده دي كلها طبعا من سمعة للشركة، وفي نفس الوقت كمان الحاجات البسيطة دي هتفرق في المبالغ المادية اللي هياخدوها. يعني ممكن يكونوا هياخدوا مبلغ قليل، إنما طبعا مجرد ما بيشوفوا إن المنزل ده محتاج نشاط وهمة بزيادة بيطلبوا طبعا مبالغ أكبر بشوية. وطبعا ده كمان برضو بيكون من الاتفاق بين صاحب شركة التنظيف وفي نفس الوقت كمان صاحب المنزل اللي استدعاهم عشان ينظفوا له البيت عندهم. لازم كمان برضو هنا كده ينظفوا ورا وتحت كل حاجة، تحت السراير، تحت الكنب، تحت البوفيه اللي موجود قدامنا بتاع التلفزيون، يعني كل حاجة صغيرة وكبيرة لازم يهتموا بيها. يعتبر هنا خلاص كده المنزل خلص معانا ونضف معانا. وطبعا هنشوف دلوقتي مجموعة من الصور اللي هتبين لينا قبل وبعد التنظيفات اللي حصلت، كل حاجة نظيفة جدا وفي وضعها الطبيعي. تعالوا كمان كده ندخل المنزل ده مع بعض، وطبعا الوضع فيه سيء جدا، محتاج بقى تسليك في الأحواض وحاجات أصعب بكتير. وطبعا هنا برضو مفيش أي حاجة هتكون صعبة بالنسبة لهم، لأن هما طبعا متعودين على كده، وكمان ساعات بيدخلوا منازل ممكن تكون متبهدلة وأصعب كمان من المنزل ده. ويمكن طبعا احنا عرضناها مع بعض في فيديوهات كتير، بس طبعا المتعة بقى في كده ان احنا بنشوف المنزل قبل وبعد التنظيفات، وانا عن نفسي بحس براحة نفسية بعد ما بشوف المنازل دي مجرد ما نضفت، لان طبعا فرق شاسع جدا بين قبل التنظيف وبعد التنظيفات اللي بتحصل. هنا احد المنزل ده كده او احد المنازل ده لما حد شاب يعني عايش فيه لوحده، وفي نفس الوقت بيقول ان هو مأجر المنزل ده لان هو بعيد عن منزله جنب شغله، ويعني شاف ان هو من الاحسن ليه ان هو يسكن فيه. وفي نفس الوقت طبعا يعني من الصعب جدا ان هو يوفق بين شغله وبين كمان تنظيفه للمنزل، فعشان كده قرر ان هو يستعين بشركة التنظيف. يعني مش شرط السيدات فقط هي اللي تستعين بيهم، لا كتير جدا كمان برضو من الشباب اللي عايشين لوحدهم ممكن يستغلوا النقطة دي. وهنا كمان طبعا كده النظافة وضحت جدا على البيت وبقى فرق شاسع جدا. دي كمان كده احد الساكنات اللي عايشة في البيت اللي احنا ندخله ده دلوقتي مع بعض، وهنا قالت انا مش هكون موجودة معاكم وعايزة اجي اتفاجئ بيكم في الاخر، يا ترى البيت هيوصل لمرحلة عاملة ازاي. نزلت تشتري شوية طلبات وسابتهم هنا يوضبوا البيت،
وهنشوف كمان يا ترى دلوقتي ايه اللي هيحصل. طبعا هي هنا مربيه مجموعه من الحيوانات، وفي نفس الوقت طبعا البيت كان متبهدل جدا وما كانش اي حاجه في مكانها الطبيعي، وهتطلع كمان دلوقتي معاهم تشوف يا ترى الوضع هيوصل بيهم لدرجه ايه. طبعا دهون صعبه جدا وقاسيه جدا، وفي نفس الوقت ما كانش ينفع ابدا ان هي تسيب البيت فتره اطول من كده، فعشان كده طبعا اضطرت ان هي تتصل بيهم يجوا كمان ينقذوها ويشيلوا كمان كل الحاجات اللي مش مهمه ابدا في البيت. طلعت كمان دلوقتي كده تشوف اللي حصل وبتشكرهم جدا على المجهود اللي هم عملوه وقد ايه البيت نظيف جدا، ودخلت كمان كده تباشر بنفسها على الوضع المناسب جدا للبيت ولقت كل حاجة في مكانها الطبيعي، وبتقول كمان أحسن ما كانت متوقعة. وهو ده كمان كده دور شركات التنظيف. تعالوا كمان دلوقتي كده ندخل مع بعض بيت جديد ونشوف كمان الدهون والأوساخ الصعبة جدا، وكمان طبعا يا ترى البيت ده وصل به الحال للوضع السيء اللي احنا شايفينه ليه. حابة كمان اقول لكم على حاجة، معظم السكان بتوع المنزل ممكن يكون موجود منهم ناس او شخص او فرد او اتنين من سكان المنزل، وفي ناس ما بتحبش تشوف البيت خالص وتتفاجئ بيه في الاخر كده على النظرات الحلوة جدا، لان طبعا ما بيكونوا محرجين قوي، وهما كمان بيكلموا شركات التنظيف، لان زي ما شفنا قبل كده حالات اغماء لعمال من شركات التنظيف دي، وكمان في نفس الوقت بيكونوا شايفين ان الوضع كان سيء جدا في البيت وعندهم احراج مستحيل ان هم يتكلموا مع اي حد، فعشان كده بياخدوا يعني حذرهم وبيخرجوا من البيت ويجي او يدخلوا البيت طبعا بعد ما يخلصوا كل التنظيفات اللي حصلت. شايفين بقى اي ستيكر ليبلز موجودة على الحيطان، حتى كمان لو في اجزاء في الحيطان محتاجة ان هي تتدهن وتتظبط بيعملوا كل الكلام ده. انتم متخيلين مثلا دلوقتي دخلوا لقوا الغسالة بايظة لازم يصلحوها، بوتاجاز بايظ بيصلحوه، كل التفاصيل اللي ممكن تتخيلوها وما تتخيلوهاش بيهتموا بيها. عامة طبعا اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمكم ليا وللقناة باحلى لايك والاشتراك فيها عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها. اشوفكم ان شاء الله على خير بكرة في فيديو جديد، ومع السلامة.